السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد وفائده جديده ان شاء الله. اليوم غنوريكم كبيله اللي درنا في الملح، طرق نزولا عن الطلب ديال المشاهدين، طرق ديال باش كنديروها في الصناره. وفي نفس الوقت نعطيكم في اخر الفيديو الحصيله اللي شديت بها وانا كنت غادي فقط العمل، في طريق العمل كنت غادي لمدينه الصويره، وفي الرجوع بان لينا البحر مزيان. لحسن الحظ كان عندي هذا الطعم بالضبط نفس الطريقة. كانت العدة دائما في السيارة، هذيك ما كتفارقنيش في السيارة. خديت الطعم طعمت وجاب الله التيسير، واحد الشرغو تبارك الله كيلو و 300 غرام. هادشي في اخر الفيديو، من بعد ما نوريكم الطريقة بالضبط باش كدير الطعم. اولا هذه هي كبيلة، وهذا واحد الماء، شتي الماء اللي كطلق، هذا الماء خليوه، راه ديجا حيت لي من بعد 24 ساعة حيدت الماء اللي كيكون لتحت، هذا كيكون فيه الدم حيدناه. هذا ممتاز، هذا كيكون فيه الريحة مشبع بالريحة، وفي نفس الوقت كيخلي الطعمة ديالنا رطبة، دائما رطبة، ما كيخليهاش تقصح، كتكون رطبة وفي نفس الوقت راه ممتازة جدا، الرائحة ديالها عاطية مزيان وسط البحر. اول حاجة كنجيو دائما ما كنحلوهاش مباشرة، كنقطعو هنا هاد البلاصة حيت القشرة تاعها شوية الخارجية كتكون صلبة، وفي الجهه الاخرى ملي كنحلوها من هنا وهنا كنجبدو بهذه الطريقه، كنديرو صبعنا دائما مع السنسول العمود الفقري كنجرو بهذه الطريقه. هذه هي الطعم ديالنا، شفتوه ممتاز ورائحته نفاذه للغايه. ملي كنبغيو نصيدو بصناره صغيره، صناره على الشرغو مثلا، طريقة أنا طريقتي الخاصة كنقطع هذا الجزء، هذا طعم كافي للغاية، وهذه كنقطعها بالطول. يعني سمكة وحدة كتعطينا 6 طعم، 3 في هذه الجهة و 3 في الجهة. سمكة راه فيها الخير والبركة. كناخدو الصنارة ديالنا كندخلوها، كنقلب، كان فيكسي. هذه هي الطعم، بسيط بسيط، ما تصعبوش الامور الاخوان. هذه الطريقه بسيطه وسهله. وبالنسبه لسميتو الصيد بالليل خاصه بهذا الطعم راه ممتاز لسمك الصنور، وتقريبا كاع الاسماك الكبيره راه ممتاز لها. كناخذوا طعم كامل بحال هذه، من الاحسن كنصنعوا هذه، راه كاين فيديو في القناه ديال طريقه صنع خيط في صنارتين بحال هذا الشكل. كناخذوا الصناره الاولى كنشقوها بهذه الطريقه، كناخذوا الصناره الثانيه كنشقوها نفس الطريقه عاديه جدا بهذه الطريقه. وهذه من الاحسن عفوا نديروها بالعكس، وحده في هذا الاتجاه وحده في هذا الاتجاه بهذه الطريقه. كهدي كنديروها لشويه الخيط، وراه فعاله للصنور في مكان كتجيبوا الرائحه ديالها، راه كيعشقها واحد العشق خطير. هذا هو اللي كان الاخوان المشاهدين. دابا نخليكم مع تجربه ديال نفس الطعم الكبيله، وانا كنت غادي ما لابس حتى حوايج الصيد، ما لابسهمش، عادي حوايج عادي، نزلنا تقريبا ربع ساعه جاب الله التيسير وزدت في حالي كملنا الطريق. تابعوا معنا الفيديو الاخوه الكرام حتى النهايه، شكرا جزيلا.